أخبين أخبين ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده رجاله كده في سنايبر قديم كان موجود، هو ال اي بي 330، وده يا جماعه سلاح يعني مقرب الى قلبي. انا كنت بحب السلاح ده، الناس اللي متابعين من مودرن 2 لعبت بالسلاح ده فتره كبيره. السلاح جميل جدا، هو مش وان شوت طبعا يا شباب، السلاح ده مش وان شوت نهائي، ولكن الفارق بتاعه حلو، تقدر انك بتريلود بسرعه، الريت شامبر سريع، وفي نفس الوقت البولت فيلوسيتي بتاعته بروكن. الارقام اللي انتم شايفينها دي يا شباب ما كوش دعوه بيها، ال 1200 وال 1300 ما كوش دعوه بيها، السلاح ده كانه هيت سكان حرفيا، انت بتضرب مكان ما انت مقيم الطلقه رايحه. فدي طبعا نقطه مميزه جدا. اللي قدامك لو شلدتين هيتدون، يعني لو اللي قدامك شلدتين هيتدون، اما لو ثلاث شلدات والله لو عملت ايه. بس في ميزه في اسلحه مودرن 2 ان انت هتخليه وان شوت، يعني انت الطلقه اللي بتضربها له دي هتخليه وان شوت، يعني لو بدلت السلاح تفيت عليه طلقه من اي حاجه، لو بيستول حتى تلاقيه اتدون. فدي ميزه. سلاح للمتعه، انا ما بقولش انه سلاح قوي، سلاح مش قوي خالص، مش 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 بروكن يعني، ولكن هو لو عرفت تستخدمه صح، اذا انت سنايبر شاطر هتعرف تعمل بيه شغل عالي قوي، سلاح جامد جدا الصراحه. فمن غير ما اطول عليكم يا شباب، تعالوا نخش على اللود اوتس بتاعت الفيديو. طب يا رجاله، اول حاجه معانا الاستاتيك ان شاء الله. الاستاتيك يا شباب من ضمن الاس ام جي هو احسن حاجه دلوقتي. ده لود اوت كده كنت عامله، بعمل عليه تيست كده لايه، للهيب فاير. تمام، هنحط كوارتر ماستر، وهنحط البر الاولى، هنحط البوينت جي 3 بي، والباراكورد ممكن بقى نبقى نغير الباراكورد، هي دي اللي هيبقى فيها اللعب. ممكن حضرتك هتحط لي ايه، الباستيان البرون باستيان انجل دي جريب، دي اللي ممكن تحطها. تمام، وهنحط طبعا الستوك الاولى. طيب يا شباب، نيجي بقى للال اي بي 330. السلاح ده من مودرن 2 مش وان شوت، حتى ما فيش اكسبلوزيف طبعا ليه ولا اي حاجه. تمام، هنحط هاي فيلوسيتي، هنحط الاس ال ريزر هوك، هنحط البارل 23 الفلوتد. الاوبتيك دي بقى حاجه راجعه لك حضرتك، ممكن تحط، انا بلعب بالامبيريوم كانت بتاعه البلو برينت دي من الباتل باس، دي بتاعه الاف جي اكس يا شباب، حضرتك ممكن تشيلها وممكن مثلا تحط ستوك. نحط الستوك انهي، ممكن نحط الستوك دي او دي، بس هو في الغالب هنحط الستوك دي. تمام، وفي عندك ممكن تحط كومب، لا لا لا، هنحط البولت بتاعت السبيد والاوبتيك. عايز تحط مازل، ممكن هتحط السونيك، سونيك سوبريسور، مش هتحط اي حاجه تاني، لان السونيك سوبريسور بص هيدي لك بولت فلوس هتبقى قد ايه، اهي دي بولت فلوس بتاعت السونيك، هو من غيرها 1000، السونيك هتخليه 1200 وهتزود لك الرينج شويه. نيجي لاخر لود اوت في الفيديو يا شباب، وهو الاسترايكر. سلاح قوي جدا لو عرفت تستخدمه يا جماعه، هتعمل بيه شغل عالي. هو بس مشكلته الفاير ريت، الفاير ريت بتاعه سيء جدا. نحط كوارتر ماستر، نحط البارل الثانيه، جاك سلاش او الباراكورد، شوف المناسب ليك انت كبلاي ستايل. 60 طلقه، بس انا انصح بال 48 لان السلاح ده بيبقى تقيل جدا من 60 طلقه، والاوبتيك المناسبه ليك. تركات فيديو النهارده ان شاء الله يا شباب، ماونتينير دبل تايم كويك فيكس وفليكس. طب يا شباب، ده كده كان لود اوت فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، اي حاجه عايز تعرفها سيبها لي تحت في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. الحمد لله يا جماعه وصلنا لحاجه كويسه جدا، وده بفضل ربنا وفضله وفوق جنبي. كل عايزه منك انك تعمل لايك علشان خاطر نعدي الخوارزميه شويه بتاعت اليوتيوب، واليوتيوب يزق المحتوى بتاعنا ان شاء الله ونوصل لناس اكتر من كده. اتمنى مشاهده ممتعه ليكم، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. طب يا شباب، قبل ما نبدا فيديو النهارده، سبونسر فيديو النهارده هو لاجو فاست. لاجو فاست هو في بي ان تقدر تستخدمه وانت داخل اي جيم، بيدعمه لعب كتير جدا وعلى كذا منصه عندك، على سواء بي سي او على الكونسول بتشتري له القطعه. ده بيدعم لك ان انت تقدر تخش على بينج قليل، ف اقرب بينج ليك عموما، يعني اقرب سيرفر ليك علشان خاطر تتلاشى حته اللاج والحاجات دي. تقدر يا شباب في حاجه اسمها ايزي لوبي كانوا منزلينها، حضرتك تقدر تخش بتختار طبعا الكلمه دي شو ريجنال عشان يقول لك التوقيت، وبتختار التوقيت اللي بيكون متاخر في البلد دي عشان تقدر انك تستفيد من الكونكشن. بيدخلك على لوبيز مثلا بتبقى اخف شويه عشان خاطر الاس بي ام ام، وبتخش على حاجه بتكون الكونكشن فيها برضو، بتلعب بالكونكشن بتاعك انت عشان ما تتاثرش، تختار البلد اللي انت عايزها وتبقى عامل بوست.
ممكن تختار FPS Boost ده عشان يعمل لك زي اوبتمايز للجهاز بتاعك. نيجي يا شباب للاشتراكات بتاعتهم، كل حضرتك هتعمله في ديسكاونت كود CXC30، هتعمل ريديم هتاخد 30 تاخد 30% خصم. تقدر انك تعمل تجربة، في ممكن تجربه لمدة يوم فور فري، او ان انت تعمل ريديم على طول لو عايز تشتري على طول وتجرب. يلا بينا نرجع على الفيديو. رايح اشوف اهو، عايز كارت غير البرونز بس انا معايا داوت. لا اله الا الله. بس انا بدي له هذا تحت ولا فوق ولا في ايه؟ الناس اللي بتلعبوها انتوا الاثنين دي والله مش عارف مين اللي مدون ومين قايم، وحاجه جميله. عايز اخد البتاعه دي بتاخدها؟ ما انت معاك يا ابني، هتاخدها ازاي؟ احا معلش ما يتشيك النجي، ما يتشيك النجي. يا ده هاني ما يتشيك النجي والله تشيك النجي فعلا. انا اكلت 3 توست بص عملوا لي التخبه. اه فيها ساعتين عمال ما نفوت يا دين امي، فعمال اقول له مش راضي ياخدها. اه مش راضي ياخدها، هو اصلا معاك حط يا بس حط. احنا بنتضرب من بايو كيميكال. الواد الاخير مش مع بعض يا ابني، تحت على شمالك. ايوه عاش، عارفه بشلك طيب. هو يعمل اللي بدله ده بيشتمك يا اسطى. يا راس ايه بيقول لك؟ يا ابس بيقول لك اتمنى امك تموت من كانسر. انا سمعت انا افضل لك عليه. يا دين فينش رد. هو الواد ده اتشخ عليه يا اسطى الصراحه. انا لفيت وهو لفيت اديته كويك سكوب. ابو كانسر ده، ابو كانسر انا ما فهمتش حاجه مني مات. Down. الشغل الشغل
شغل النهارده. واحد تاني يا شباب. رجاله فيكم اهي، رجاله فيكم. وان شوت. ناس على ال ايوه، هم دول فين؟ جامد. يلا يلا على المنطقة اللي جنب، المنطقة اللي جنب اسمه ايه ده يا جدعان؟ هاربر. يلا بينا. يلا رجال. الواد اللي تحت الواد ده. يلا معايا يا سر. حاجات كده. بقول لك ايه، في فيندور، في فيندور جوه هجيبها. اديتك 7 يا اسطى، انت كنت عايز 5؟ اديتك 7. 15. الله يا طماع. لالو ده ميل، لالو ده ميل. جايلك جايلك جايلك. على اليمين، على اليمين. ها؟ راح مضوا مضوا، راح في وسط 3. انا جبت باي ستيشن ورانا. في حاجة مضروبة، في حاجة مضروبة، في حاجة مضروبة، مش عارفة ايه هي عشان مش شايف. مرتر تعال اجيب لك الشبكه. بص شويه، اما بوكس اهو. اما بوكس اهو يا شباب، اما بوكس اهو. قلتلك عايز وان شوت يا باشا. ده
جزمات. انا مدون الواد هنا جوه هنا، انا مدونه اهو 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 غير اهو. اتنين داون وقت فوق. هدي تاني فوق، هدي تاني فوق. يا بقى. يا استنى، ما انت سامع يا مورفين. ما لسه نازل يا اسطى، ما انا سامع يا اسطى لسه نازل. داون 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 داون. ارمي اي سموك يا اسطى. يلعن شطكه اهو. اجري 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 اجري. تيم ده مات ولا ده كان تيم تاني؟ هو كتب لي تيم وايب على الواد ده. يلا بريزون بريزون ياس. امسك فلوس اهي. واحد في التاور. حد مات. واحد قدامنا اهو. وان شوت. قدامنا يا شباب الناحية التانية. والله بضرب. انت لهي ورا. والله ما فاهم ازاي يا جدعان، انا مش فاهم. انت جبت الواقف وكنت راسل
لا الواقف كيميكال. لا انا جبت الواد اللي في الشارع ده. بيلعب بالايه؟ بيلعب بالستورمنت. اه هدولك بون شوت. طب انا تحت بقى. هو ده مظبوط يا جدعان ولا ايه؟ في ايه؟ هو ده مظبوط يابا؟ انا معايا ايه؟ هننزل فين؟ انا مش عارف انزل فين. لا يا اسطى لا يا اسطى لا 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 لا. اه ده بيهكس. لا يا اسطى لا 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 مش مظبوط يا اسطى. مستحيل مستحيل يا اسطى مستحيل يا اسطى يكون مظبوط. لا لا مستحيل يا اسطى. احنا الغلطانين ما تزعلوش مني يعني. شوف انا صحت كام مره نتجمع ولا واحد فيكم سمع الكلام ولا واحد. لا 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 استنى استنى يا ابن هفضل ارزعك ريبورتات. انت مفكر ايه ريبورتات ايه يا عم بقى؟ خلاص راحت علينا. بص بنعمل ايه يم كله شمال. هو انت مستحيل من هنا. هو بيترول ولا ايه؟ اكيد طبعا. ارزاق يا جدعان ريبورتات ده كريمزون كمان. اخد بين اخد بين ما خدش يا اسطى. يا ابني هوبا وثلاثه كنترولر يا اسطى. بص مش هما كانوا اربعه يا ابني دلوقتي؟ اخد بان. اه اخد بان يا اسطى. اخد بان يا اسطى اهو ريكو شيت اهو. والتاني كمان خد بان. يلا بالسلامه يلا يا ولاد.